مشاهدينا أهلا بكل حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجنا بيتنا أحلى. كل واحد فينا من حقه يبقى له وقت لنفسه، يخرج فيه مع صحابه أو مع نفسه كده لوحده، يشتري حاجة تخصه، يتمشى شوية، يأكل في مطعم. يعني المهم إنه يفك عن نفسه كده من ضغوطات الحياة. وحقيقي لما بنعمل كده ده بيدينا طاقة للاستمرار، لأن كتر الضغط بيولد الانفجار. طيب ده حق لحد دونا عن حد تاني؟ يعني إيه؟ أقصد هو حق لكل الناس ولا في ناس ما ينفعش تعمل كده؟ الحقيقة لأ، كل الناس من حقها يبقى ليها وقتها الخاص بيها. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح للجميع، ما فرقش بين حد والتاني، قال روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. وطبعا لا يخفى على أحد إطلاقا الأوضاع الحالية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، فالناس بتبقى مضغوطة جدا وعايزة تنفس. طيب الشباب والرجالة معظم متنفسهم بيبقى فين؟ بيبقى في تجمعاتهم على القهاوي والكافيهات بصراحة. وزي ما قلنا إن ده حق طبيعي للكل، إحنا ما بننكرش ده عليهم، بس ما يبقاش حضرته قاعد للفجر على القهوة وسايب بيته وولاده ومسؤولياته، ولما حد يكلمه يقول له ايه انتوا عايزين نقعد في البيت اعمل ايه؟ يعني ما انا لو قعدت الهانم هتوجع دماغي بالطلبات ومشاكل العيال ومذاكرتهم، وانا عايز اريح دماغي شويه. طيب هو المفروض ان العيال دول مش عيالكم انتوا الاثنين سوا مع بعضيكم كده ولا ايه؟ مش عيالها لوحدها، والطلبات برضو اللي هي بتطلبها مش ليك ولبيتك؟ بدل ما حضرتك قاعد على القهوه هربان من مسؤولياتك ومسؤوليات بيتك ورميها كلها على الغلبانه اللي قاعده في البيت دي، ساعدها شويه وشيل معاها الحمل. والغريب واللي ينرفز ويحرق الدم بصراحة، لما تيجي الست يا عيني بعد طحنة البيت والعيال والطلبات والمواعيد والميد ترم، كفاية علينا الميد ترم يا اخوانا، والله كفاية الميد ترم لوحده، تقول هنزل ساعة واحدة بس كده مع صحباتي اتنفس شوية. يا إما يتقابل طلبها ده باستهجان ورفض، خروج إيه هانم، شوفي بيتك وعيالك وكفاية كلام فارغ. هو الستات زمان كانت تقدر أصلا تفتح بقها؟ او لو تكرم عليها ووافق يقولها عيالك في ايدك، ما تسيبيليش حد مش عايز وش. طيب هي يعني الست الغلبانه دي هي بنت البطه السوداء يعني؟ ولا ملناش نفس؟ ولا ملناش حق يا جماعه؟ وكله ضرب ضرب، مفيش خروجه مره، خلاص لازم يعني ننزل وفي ايدنا كل حاجه، حلال ليكوا وحرام لينا. وبعدين بتهربوا من بيوتكم ليه وتقعدوا على القهاوي؟ طيب بتتجوزوا من الاول ليه طالما شايفين المسؤوليه انتوا مش قدها؟ مسؤوليتك في بيتك مش على القهوه.